كنا اولا على وزاره الثقافه باش تدعمنا وتدعم المشروع ديالنا، لان حنايا كاملين بحال ايوا المغاربه كاملين جلسنا في الدار وعملنا حجر صحي. كانوا عندنا بزاف ديال الخدامي خارج المغرب بحال تركيا بيرو، كان عندنا في السعوديه وتلغاونا. بحق ملي جات واحد الفرصه ديال وزاره الثقافه وكانوا يدعموا جميع الفنانه، وقلنا احنا بدنا فنانه، بدنا عندنا كنحملوا بطاقه الفنان ودفعنا البروجي ديالنا بحالنا بحال ايوا الناس. هو البروجي ديالنا كان يكون التنشيط ديالنا في البوادي في مناطق نائيه في باديه، باش نبقاو نعملوا سبيكتاكل نوصلوا الثقافه، نوصلوا لوليدات الشعب اللي ما كيوصل لهمش هذا الشيء هذا. وفجاه شفنا الاسم ديالنا ما تذكرش في اللائحه، وصراحة الله ما جبرنا ما نعملو. دابا اللي بغينا نعملو هي خرجنا للشارع باش نجيبو ديك قوت العيش مع الوليدات اخي من طبيعة الحال متكامل. وكانوا معنا الفنانة، كان معنا واحد البنت مسلا، كان معنا الولد واحد ماجيسيان مقصر كبير، كان معنا واحد الاخ ادريس، كنت انا، كانوا الوليدات ديالي متكامل صراحة الله. احنا ما انا كنظن واقيلا حتى الملف ديالنا ما شافوهش مره صراحه الله. شوف احنا بدنا ولاد الشعب، واي واحد عنده واحد المهنه خصو يكون كيتعوض عليها. احنا ما عندناش غير هذه المهنه هذه، احنا ما كنغنيو ما والو، احنا كنوجدوا داكشي للاطفال في المدارس في المسارح في القاعات، احنا داكشي ديال الاطفال. احنا ما عندناش علاقه بشي تكون كتخلص شي فلوس بزاف، كاشي ديالنا بزاف بزاف، ولا يطلع ب 10000 درهم هذا ولا احصل لك الشهر، ولا ما كاينش غتخدم بواحد البركه، غتخدم تاكله في ديك اللحظه هذه. حنا اليوم خرجنا للشارع باش نترزقوا الله، حيت كنا في كورونا كنا حابسين، يعني كنا في الدار ما كناش نشتغلوا ما والو، يعني راكم عارفين الازمه كيفاش دايره. اليوم خرجنا للشارع نترزقوا الله باش نحاولوا ندخلوا للدار شي مصروف شويه ان شاء الله. كنرجو واحد الرساله للسلطات والجهات المعنيه في هذا المجال وفي هذا الدومين، يشوفوا فينا ويعطيونا واحد القيمه حتى حنايا بحال الميادين الاخرى، بحال الكره، بحال بزاف ديال الانشطه الاخرى. حتى حنا نستحقوا حتى حنايا الدعم، ونستحقوا شحال من حاجه زوينه باش نزيدوا القدام.